الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبد العزيز الحر يؤكد لCNBC عربية بأن الأكاديمية تستهدف استقطاب نحو 8000 متدرب في العام 2013، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي العمل في القطاع المالي. طبعا هذه أكاديمية قطر للمال والأعمال هي الذراع التعليمي لهيئة مركز قطر للمال والأعمال. اليوم قطر جالسة تسوق نفسها كمركز عالمي للمال والأعمال، وأي مركز عالمي للمال والأعمال لابد أن يضمن أن يكون هناك بيئة تعليمية توفر البرامج المهنية والتعليمية والتدريبية لجميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي. لذلك هذا هو الدور اللي تلعبه أكاديمية قطر للمال والأعمال في هذا القطاع المهم. ما هي الآلية وأيضا يعني ما هي الأدوات؟ طبعا الآلية منقسمة في ثلاث مناطق رئيسية. المنطقة الأولى منطقة التدريب المباشر بالبرامج المهنية والتدريبية الاحترافية مثل CMA والCFA والCPA، وهذه البرامج المهنية اللي تصل إلى 20 برنامج وشهادة مهنية لجميع المجالات في مجال المال والأعمال. الجانب الثاني اللي نعمل فيه قضية بناء وتطوير المعايير المهنية لقطاع المال والأعمال، اللي هو ماذا ينبغي أن يكون لدى كل من يعمل في أي مجال من مجالات القطاعات المصرفية والمالية. المجال الثالث اللي هو أن احنا عبارة عن مركز اختبارات دولي معني بتقديم الاختبارات الدولية في عشرات المجالات المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي. من يستطيع أن يستفيد من هذه الأكاديمية، وماذا أيضا عن الأقساط السنوية؟ هل هي منافسة يعني مراكز مشابهة في المنطقة؟ طبعا اللي يستطيع أن يستفيد من خدماتنا جميع الأفراد كأفراد كإنديفيدولز أو المؤسسات بجميع شرائحها العاملة في مجال المالي والمصرفي. عندما نتكلم عن المالي والمصرفي قاعدين نتكلم عن البنوك، نتكلم عن شركات التأمين وإعادة التأمين، نتكلم عن شركات إدارة الأصول، نتكلم عن شركات إدارة الثروات. جميع هذه الشركات والمؤسسات والأفراد يستطيعون الاستفادة من خدماتنا. السؤال الثاني أجيب عليه بشكل واضح جدا، نحن بالفعل نقدم أسعار تنافسية جدا بالنظر إلى المستوى والجودة اللي نطرحها في السوق من خلال الشركاء الأساسيين اللي احنا نعمل معاهم، وهي أكبر المؤسسات العالمية اللي تقدم الخدمات التدريبية بأعلى مستوى من المحتوى وبأجود طريقة من طريقة الأداء. مؤتمر يورو ماني الذي اختتم أعماله هنا في العاصمة القطرية هذا الأسبوع يتناول بالبحث والنقاش جملة من القضايا المتعلقة بالنظام المالي العالمي بعيد